بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس، بركته علينا أمين. أما القسوس المدبرون حسنا فليستحقوا كرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول لا تكم صورا دارسا، والفاعل مستحق أجرته. لا تقبل شكاية على قس إلا على شاهدين أو ثلاثة شهود. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. أناشدك أمام الله وربنا يسوع المسيح وملائكته المختارين أن تحفظ هذا بدون تبرير أحد قبل الحكم، ولا تصنع شيئا بمحاباة. لا تضع يدا على أحد بالعجلة، ولا تشترك في خطايا غريبة. احفظ نفسك طاهرا. لا تشرب ماء بعد، بل اشرب خمرا قليلا من أجل معدتك وأوجاعك الكثيرة. خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، وأما البعض الآخر فخطاياهم تتبعهم. كذلك أيضا الأعمال الصالحة واضحة، والأخرى التي هي خلاف ذلك لا يمكن أن تختفي. العبيد الذين هم تحت نير فليكرموا سادتهم بكل كرامة، لئلا يفترى على اسم الله والتعليم. والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم لأنهم إخوة، بل يخدموهم أكثر، لأن الذين يتمسكون بفعل الإحسان هم مؤمنون وأحباء. علم وعز بهذا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم، والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. وتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى الأبد، آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة، واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل، ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.
الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. فاجتمع الرسل والأحبار لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مناظرة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بينكم أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب قد شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء، إذ قد طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ الذي لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة ربنا يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 24 هاتور أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة يا حبايبي بتحتفل كنيستنا القبطية بتذكار 24 قسيسا غير الجسدانيين، وبتسميهم كنيستنا كهنة الحق. وكان القديس يوحنا الحبيب شافهم في رؤياه وقال: وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 قسيسا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. ولما يا حبايبي المخلوقات أو الكائنات الأربعة بتدي مجد وكرامة وشكر للجالس على العرش اللي هو رب الأرباب الحي إلى أبد الآبدين، بيسجدوا 24 قسيس قدام الجالس على العرش ويسجدوا للحي إلى أبد الآبدين، ويقلعوا أكاليلهم قدام العرش وهم بيقولوا: أنت مستحق أيها الآب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ولكل واحد من الكهنة 24 ليه قيثارات وجامات من ذهب اللي هي الشرية مليانة بخور، وهي صلوات القديسين. وكمان بيرنموا ترنيمة جديدة وبيقولوا: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. يعني 24 قسيس هم كهنة نورانيين من الطغمات أو الرتب الروحانية المحيطة بربنا، وبيتشفعوا في جنس البشر وبيقدموا لربنا صلوات القديسين اللي بتبقى زي البخور قدام الله. كمان يا حبايبي لكل واحد ليه قيثارات يسبحوا بيها ربنا، شفاعتهم تكون معانا. أمين. كمان كنيستنا بتحتفل النهاردة بعيد استشهاد الأسقف نارسيس والقديسة تيكلا
ونياحة البابا بروكليس بطريرك القسطنطينية، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. كهنتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون من أجل داود عبدك، هيأت سراجا لمسيحي وعليه يظهر قدسي. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، الذين يؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم، ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل فينا، ورأينا مجده كمجد ابن وحيد لأبيه، مملوء النعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي، لأنه من ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار.